السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن في رمضان وجعله بينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما حان حين وآن آن. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح تفسير السعدي، واسمه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76,300,000، ابتداء من القسم الأول المشتمل على مقدمة المصنف وتفسير فاتحة القرآن. ومما ينبغي الإنباه إليه قبل ابتداء قراءة الكتاب أن المصنف وضع مقدمتين لتفسيره، فالمقدمة الأولى مقدمة علم، والمقدمة الثانية مقدمة كتاب. فأما المقدمة الأولى وهي مقدمة العلم، فإنه جعلها أيضا اثنتين، إحداهما مقدمة تشتمل على فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد، فلما فرغ منها زادها زوائد من فوائد تلك القواعد، والأخرى مقدمة تشتمل على أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. وهاتان المقدمتان سنجردهما مفردتين مجموعتين باسم مقدمة التفسير للعلامة بن سعدي، ونشرحهما في مقام آخر. وأما المقدمة الثانية وهي مقدمة الكتاب، فهي أيضا اثنتان، إحداهما مقدمة سابقة، وهي المقدمة التي وضعها المصنف لجزء طبعه من الكتاب في حياته قديما، والأخرى مقدمة لاحقة، وهي المقدمة التي وضعها المصنف للكتاب كله، فلما طبع بعد وفاته رحمه الله طبعت مع كتابه. فالأولى منهما خاصة بتلك الطبعة المشتملة على بعض تفسيره، من تفسير سورة الكهف إلى تفسير سورة النمل. وأما الثانية فهي مقدمة لكتابه كله، وسنقتصر على قراءة المقدمتين اللتين وضعهما المصنف للكتاب، مبتدئين أولاً بالمقدمة اللاحقة وهي العامة للكتاب كله، ثم نتبعها بإذن الله المقدمة الثانية وهي الخاصة التي جعلها للقدر الذي طبعه من كتابه في حياته. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام،
والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، والابتداء بهما سنة ماضية، وسيأتي تفسيرهما في موضعه اللاحق. ومن مستحسنات الآداب ابتداء التصانيف بأربعة أمور: أولها البسملة، وثانيها الحمدلة، وثالثها الشهادتان بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والرابع الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فمن صنف كتابا استحب له أن يبتدئ بهؤلاء الأربعة، وإذا اقتصر على شيء منها فلا بأس به، وأقل ذلك الإتيان بالبسملة وحدها. وقد زاد المصنف رحمه الله على الأقل بأن ألحق الحمدلة بالبسملة، فقال حامداً: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان. والفرقان هو القرآن، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وسمي القرآن فرقانا لما فيه من التفريق بين المتقابلات كما سيأتي بيانه. وذكر المصنف في حمده أن الفرقان الذي هو القرآن أنزله الله على عبده، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم. وإنزال القرآن شرعاً هو هبوط القرآن من الله تكلماً، هو هبوط القرآن من الله كتابة وتكلما. فقولنا هبوط أي تحدره من علو إلى سفل، فمن حدر من علو إلى سفل سمي نازلا. وقولنا من الله لأنه صادر منه سبحانه وتعالى ابتداء، وقولنا كتابة أو تكلما إشارة إلى نوعي إنزال القرآن، فإن إنزال القرآن نوعان: أحدهما إنزال كتابة، والآخر إنزال تكلم. فأما إنزال الكتابة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وجعله في بيت العزة، وهذا الإنزال
هو المذكور في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصل القرآن من الذكر فجعل في بيت العزة في رمضان. رواه النسائي وإسناده جيد. وروى النسائي أيضا عنه أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزل متفرقا في 20 سنة، وإسناده صحيح. فوقع فصل القرآن من الذكر الذي هو اللوح المحفوظ، وأنزله الله سبحانه وتعالى مجموعا مكتوبا وجعله في بيت العزة، وهو الإنزال المذكور في الآيتين السابقتين، وفيه الأثران المذكوران عن ابن عباس عند النسائي في السنن الكبرى. ونقل القرطبي في تفسيره الإجماع على ذلك. وأما إنزال التكلم فإن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الحوادث والوقائع. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن ونزل منه بسماع جبريل له، ثم أقرأه جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر إنزال القرآن فالمراد به المعنى المذكور الجامع لإنزال الكتابة وإنزال التكلم. وقد حمد المصنف الله سبحانه وتعالى على إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بجعله فرقانا. والوارد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى حمد نفسه على إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بجعله كتابا، فقال في صدر سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما. وما حمد الله به نفسه في إنزال القرآن بكونه كتابا أكمل مما جرى على لسان المصنف من حمده الله على إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بكونه فرقانا لأمرين: أحدهما أن الأول
هو الوارد في كلام الله، والثاني وارد في كلام عبد من عباده هو المصنف، وما جاء في كلام الله هو أكمل قطعا من كلام غيره. فحمد الله على إنزال القرآن كتابا أعظم من حمد الله على إنزال القرآن فرقانا، والآخر أن حمد الله على إنزاله القرآن على عبده فرقانا يتعلق بالمعاني فقط، إذ الفرقان هو الذي يفرق به بين المتقابلات من حق وباطل وهدى وضلال وسعادة وشقاء. وأما حمده على إنزاله القرآن بجعله كتابا فإنه يتعلق بالألفاظ والمباني والمقاصد والمعاني، فالكتاب أجمع من المحاسن، أجمع للمحاسن من الفرقان، وهو اسم للوحي النازل من كلام الله على محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مجموعا. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال تعالى: وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وأما القرآن فإنه اسم للوحي النازل من كلام الله على محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه مقروا متلوا. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا. ولأجل هذا وقع في القرآن الإشارة إلى الكتاب باسم الإشارة البعيد في قوله ذلك الكتاب، وباسم الإشارة القريب في قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وأما القرآن فلم يقع في آياته الإشارة إليه إلا باسم الإشارة هذا، ولم تقع الإشارة إليه باسم الإشارة البعيد ذلك. ووجه التفريق بينهما أن الكتاب اسم للوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم من كلام الله باعتبار كونه بعيدا مكتوبا في اللوح المحفوظ، وباعتبار كونه مكتوبا في المصاحف. وأما القرآن فإنه اسم له باعتبار كونه مقروا متلوا نسمعه بيننا. فقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو إشارة للقرآن حال كونه مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ. قال الله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهؤلاء الآيات في سورة البينة وسورة عبس لا تتعلقان بصحف القرآن الذي بين أيدينا، وإنما تتعلقان بصحف اللوح المحفوظ الذي كتب فيه القرآن، وهو الذي يرجع إليه الضمير في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي تلك الصحف في اللوح المحفوظ التي كتب فيها القرآن الكريم. وقد ذكر الإمام مالك في موطئه أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون أشبه شيء به الآيات التي ذكرناها من سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فالكتاب والقرآن وإن كانا اسمين للوحي النازل من كلام الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإن متعلقهما مختلف، فإن القرآن عد قرآنا باعتبار كونه مقروءا متلوا بيننا، وأما الكتاب فعد كتابا لأنه مكتوب في صحف اللوح المحفوظ ومكتوب في المصاحف. فحمد الله على إنزاله الكتاب أعلى مما ذكره المصنف من حمده الله سبحانه وتعالى على إنزاله الفرقان، لأن أصل الكتب هو الجمع، وجمع القرآن نوعان، أحدهما جمع المباني رسما، والآخر جمع المعاني حكما. فأما جمع المباني رسما فالمراد به كتابتها وتقييدها مرسومة بخط، وأما جمع المعاني حكما فالمراد به جمع ما عظم وجل من معاني القرآن الكريم ومقاصده. وجمع القرآن رسما أربعة أنواع، أحدها جمعه في اللوح المحفوظ، وثانيها جمعه في بيت العزة، وثالثها جمعه في المصاحف، ورابعها جمعه في الصدور. فأما النوع الأول وهو جمع القرآن في اللوح المحفوظ فهو المذكور في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، على ما بيناه من معنى ذلك بما ورد في آيات القرآن الكريم. وأما النوع الثاني وهو جمعه في بيت العزة ففيه الآيتان المتقدمتان إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة على ما تقدم من قولي ابن عباس والإجماع الذي نقله القرطبي في تفسيره.
وأما النوع الثالث وهو جمعه في المصاحف فهو المشار إليه في قوله تعالى وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، فإنه إشارة إلى مكتوب مستقبل جعله الله سبحانه وتعالى آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أنزله عليه من كلام سوف يكتب ويحفظ بالخط، فوقع الأمر كذلك وصار الديوان الجامع له مكتوبا هو المصحف. وأما النوع الرابع وهو جمعه في الصدور فهو المذكور في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ومحله من الصدور هو القلب. قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذه الأوعية الأربعة يجمع فيها القرآن رسما كما هو واقع حقيقة في اللوح المحفوظ وبيت العزة والمصحف، وحكما في صدورنا، فإن الكتابة في الصدر هي كصورة النقش المكتوب الثابت في الأوراق والقراطيس. وأما جمع المعاني حكما فهو أربعة أنواع أيضا، أحدها جمع تمام المعاني، وثانيها جمع مجد المعاني، وثالثها جمع تصريف المعاني، ورابعها جمع تصديق المعاني. فأما النوع الأول وهو جمع تمام المعاني فهو المذكور في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فإن القرآن تام لا نقص فيه، فهو تام في الأخبار صدقا وتام في الأحكام عدلا. وأما النوع الثاني وهو جمع مجد المعاني فهو المذكور في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، فهو الذي لا منتهى لعلو معانيه، ومهما ظن إنسان أنه يحيط به علما ولا يفوته شيء من معانيه فإنه لا يمكنه ذلك. وأما النوع الثالث وهو جمع تصريف المعاني فهو المذكور في قوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وقوله وكذلك نصرف الآيات، بأن تجيء آيات القرآن على وجوه مصرفة، فهو جامع بين الجمال والجلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب إلى غير ذلك من أنواع المتقابلات التي تصرف عليها وجوه القرآن. وأما النوع الرابع
وهو جمع تصديق المعاني، فهو المذكور في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. فهذه الأنواع الثمانية المتعلقة بجمع القرآن رسما وحكما تبين جلال حمد الله نفسه على إنزال القرآن على عبده كتابا. فلو اتبع المصنف ما جاء في القرآن لكان أكمل مما صار إليه من حمده الله سبحانه وتعالى على إنزاله القرآن على عبده فرقانا. ثم شرع المصنف رحمه الله يحمد الله سبحانه وتعالى على الفرقان موصوفا بإحدى عشرة صفة، فالصفة الأولى هي المذكورة في قوله: الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل. وقد علمت قبل أن القرآن سمي قرآنا لأنه يفرق به بين المتقابلات، وهؤلاء المتقابلات ذكر منها المصنف ثلاثة: أولها تفريقه بين الحلال والحرام، وثانيها تفريقه بين السعداء والأشقياء، وثالثها تفريقه بين الحق والباطل. وذكر نحو هذا الكلام في تفسير سورة الفرقان، فمدار التفريق عنده على هؤلاء الثلاث، والذي دل عليه لفظ القرآن أن القرآن فرقان لتفريقه في حالين: إحداهما أنه فرقان في الدنيا بين المؤمنين والكافرين، والأخرى أنه فرقان في الآخرة بين المنعمين والمعذبين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. فإن هذه الآية ذكرت بعثه صلى الله عليه وسلم نذيرا، ثم ذكرت تفريقه صلى الله عليه وسلم بالنذارة، فهو فرق في الدنيا بين المؤمنين والكافرين، فالمؤمنون مذكورون في الآية في قوله: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والكافرون مذكورون في قوله: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. ودلت أيضا على أنه فرقان في الآخرة بين المنعمين والمعذبين، فذكر الله نعيم المنعمين في قوله: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، وذكر عذاب المعذبين في قوله: أولئك أصحاب الجحيم. فكان القرآن فرقانا
باعتبار تفريقه بين المؤمن والكافر والمنعم والمعذب، فهي يفرق في الدنيا بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ويفرق في الآخرة بين أهل النعيم وأهل العذاب. فمن اتبع القرآن في الدنيا فهو من أهل الإيمان، ومن أعرض عنه فهو من أهل الكفران، ومن اتبع القرآن في الآخرة فهو من أهل النعيم، ومن أعرض عنه فهو في الآخرة من أهل العذاب الأليم. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالقرآن فارق بين المؤمن والكافر، وفارق بين المنعم والمعذب. فإذا أردت أن تعرف في الدنيا أهل الإيمان وأهل الكفران فاعرض أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم على القرآن، فمن وجدته متبعاً القرآن عرفت أن قوله وفعله وحاله هو من قول وفعل وحال أهل الإيمان، ومن وجدته معرضاً عن القرآن فإن قوله وفعله وحاله قول وفعل وحال أهل الكفران. وإذا أردت أن تعرف أهل النعيم والعذاب الأليم في الآخرة فاعرض هؤلاء على القرآن، فإنه يوشك أن يعرف أصحاب الجنة من أصحاب النار، فإن للجنة طريقا وإن للنار طريقا. فإذا عرضت تلك الأقوال والأفعال والأحوال على القرآن فوجدتها لأهل النعيم فإن أهلها يوشكون أن يكونوا هم أهل النعيم، جعل الله وإياكم منهم. وإذا وجدت أن أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم هي في القرآن أفعال أهل العذاب الأليم أصحاب الجحيم أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنهم يوشكون أن يكونوا في الآخرة من أهل العذاب الأليم. وهذا الفرقان جعله الله سبحانه وتعالى فصلا ليميز الناس أحوالهم إيمانا وكفرا ونعيما وعذابا، فلا يهلك على الله إلا هالك. وأما الصفة الثانية فهي المذكورة في قوله رحمه الله: وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور التقوى والعلم. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن هدى، أي متقدماً لإرشاد الناس، فإنهم أي متقدماً لإرشاد الخلق، فإنهم يهدون به. وهداية القرآن للخلق نوعان: أحدهما هداية عامة للناس، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. فأما النوع الأول فهو المذكور في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس،
وأما النوع الثاني فهو المذكور في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن كائن هدى للناس أجمعين، وكائن خاصة هدى للمتقين. والفرق بين الهدايتين أن هدايته للناس هي بإقامة الحجة، وهدايته للمتقين المؤمنين هي بإيضاح المحجة. فإن الله سبحانه وتعالى يهدي الناس بإقامة الحجة عليهم، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فجعل الله سبحانه وتعالى هداية القرآن للناس بإقامة الحجة عليهم، فإنه بإنزال القرآن قامت الحجة على الناس أجمعين. وما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم آية تدل على صدقه أعظم من القرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأما هدايته للمتقين المؤمنين بإيضاح المحجة فهي ببيان تفاصيل الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى قد جاءكم كتاب ونور مبين، قد جاءكم من الله كتاب ونور مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن كفيل بإيضاح تفاصيل منازل السير إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اهتدى الناس بالقرآن قامت عليهم الحجة، وإذا اهتدى المتقون بالقرآن اتضحت لهم المحجة. والمستمعون هذا المجلس هم من المؤمنين المتقين، فأجدر بهم أن يقبلوا على القرآن مهتدين به في إيضاح المحجة. فما يفتقر إليه العبد في سره أو جهره أو ظاهره أو باطنه أو خاصة نفسه أو مع عامة الخلق كله في القرآن الكريم. وما يفتقر إليه المسلم في اعتقاده أو قوله أو عمله كله في القرآن الكريم. فمن أراد أن يكون هادياً مهدياً
فعليه أن يقبل على القرآن ملتمسا الهدى منه. فمن التمس الهدى من القرآن هداه الله ونوره، ومن أعرض عن القرآن ضل وشقي. وقيام الناس بهذا في أنفسهم قليل، فإن الفازعين إلى القرآن يستنبطون وجوه هداياته في معاشهم ومعادهم ودينهم ودنياهم قليل، فالمرء تجري عليه وقائع وتبدر منه أحوال وتصدر منه أقوال وأعمال، فلا يلتمس الهدى من القرآن. وعظم ضعف هذا لما اقتصر على جعل القرآن كتابا تحل ألفاظه دون معرفة حقائقه ومعانيه، فيكون غاية الناس منه الألفاظ والمباني، فهم يقرؤونه مرة بعد مرة وهم لا يعقلون المقاصد والمعاني. وأقبح شيء أن يسري ذلك إلى مقامات التعليم في المساجد أو المدارس أو الجامعات، إذ يحال بين القلوب وبين هداية القرآن، فلا ينشرح به صدر ولا يطمئن به قلب ولا تهدأ به نفس. ولست أحدثك شيئا من ضرب الخيال، فهذا رجل كان في القرن الماضي حسن النزع من القرآن، قوي الفهم والاستنباط له، أملى تفسير القرآن مرتين ولم يكتب عنه إلا شيء يسير منه طبع مفرقا، وهو العلامة الجزائري عبد الحميد ابن باديس. فإن هذا الرجل مع ما وصل إليه من حسن الفهم والقرآن أخبر عن حال سابقة له، فذكر أنه درس تفسير البيضاوي للقرآن في جامع الزيتونة بتونس فتخرج فيه ولم يعلم أن القرآن كتاب هداية، لأن غاية ما يطلبه كثير من المشتغلين بتفسير القرآن هو الاطلاع على الألفاظ والمباني دون غور في حقائق المقاصد والمعاني. فذاك الذي ذكرناه في هداية القرآن لنا بإيضاح المحجة، انظر قول الله سبحانه وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم في الاعتقادات، والقرآن يهدي للتي هي أقوم في الأقوال، والقرآن يهدي للتي هي أقوم في الأعمال. وانظر أيضا قوله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الخيرات، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلو أن هؤلاء الآيات وجدنا سبيلا إلى صدورنا ورسخت حقائقهما في قلوبنا لكان القرآن لنا هاديا إلى طرق الخير، مخرجا لنا من الظلمات إلى
النور موصلا إلى الصراط المستقيم، فهو يهدي المتقين إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الله في الدنيا، ويهديهم إلى الصراط الذي هو الجسر المنصوب على جهنم في الآخرة. فمن اهتدى بالقرآن هداه الله، ومن اكتفى بالقرآن كفاه الله. وما أحسن أن توافق هؤلاء الكلمات في ابتداء مجالس شرح هذا الكتاب ليالي رمضان الذي هو شهر القرآن، لنغتنم إقبالنا على القرآن ملتمسين أن يكون القرآن كتاب هداية تستنير به البصائر، وتتنور به الضمائر، وتنشرح الصدور، وتطمئن القلوب. فإن الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فذكر أن إنزال القرآن في رمضان وقع لأمرين: أحدهما أن يكون هدى للناس، أي متقدماً بإرشادهم، والآخر أن يكون بينات، أي حججاً ظاهرة وأدلة قاهرة من الهدى الذي هو الإرشاد، والفرقان الذي هو التفريق بين المتقابلات. وهذا آخر هذا المجلس. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله إمامنا وقائدنا إلى جنات النعيم. وفي ختام هذا المجلس أنبه إلى أمور: أحدها أن مجالس هذا الدرس ستتوالى بإذن الله سبحانه وتعالى كل ليلة في هذا الموضع بعد صلاة التراويح. وثانيها أن من رغب في سؤال عما ذكرنا أو ما لم نذكر فليكتبه في ورقة، وسنجيب على سؤاله بعد الدرس حسب ما تيسر من سعة الوقت. وثالثها أني لا أسمح لأحد بأن يتبعني، فإن في القرآن والبلد الحرام شغلا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.